مساء الخير وإليكم أبرز عناوين نشرة الأخبار. تحول عسكري بارز، المعارضة السورية تسقط طائرة حربية بعد إسقاط مروحية أمس بصواريخ أرجو. الكباش يتواصل بين الرئاسة والقضاء في مصر. خطف طبيبة في المشرف والمطلوب 600,000 دولار لإطلاقها. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC مع بسام أبو زيد وديما صادق. مساء الخير. الموعد الأول في مفكرة السنة الجديدة هو السابع من كانون الثاني 2013، وعنوانه جلسة الحوار الوطني في قصر بعبدة. فالموعد الذي كان مقررا غدا وطار بسبب مقاطعة قوى 14 من آذار له قذف إلى السنة الجديدة. وإذا كان من البنود المقترحة لطاولة الحوار البحث في الوضع الحكومي، فهل هذا يعني أن هذا البحث قد علق لما تبقى من هذه السنة؟ وإذا كان الملف الحكومي قد أعطي صفة المؤجل إلى السنة المقبلة، فإن ملف الرواتب قد أعطي صفة المؤجل ولكن إلى الشهر المقبل، إذ أن مجلس الوزراء قرر عقد جلسة مخصصة له في العاشر من الشهر المقبل. ويأتي هذا القرار بعد يومي الإضراب لهيئة التنسيق النقابية. والسؤال المطروح هنا، ما هي ردة فعل هيئة التنسيق على هذا التأجيل؟ في سوريا يوم دموي آخر حصيلته فاقت 50 قتيلا. أما التحول الأبرز فتمثل اليوم في إسقاط المعارضة طائرة حربية من طراز ميج أو سوخوي في ريف حلب. في مصر يستمر الكباش بين الرئاسة والقضاء الذي أعلن تعليق العمل بمحكمتي النقض والاستئناف إلى حين سحب الإعلام المصري.